بس تحكي لي موقف بينك وبين محمد صلاح، لان المواقف كتيره جدا جدا جدا. صلاح بني ادم جميل، يعني يكفي مثلا هقول لك ان هو كان لما بيجي كل سنه في اجازته في رمضان، اكيد انت عارف الموضوع ده طبعا. ايوه لازم نتسحر مع بعض مثلا، يعني هو اللي بيكلمنا، يعني بني ادم في قمه الاحترام، يكلمني انا وربيع واحنا اصحابه قوي يعني. ايوه فكان يكلمنا نروح نتسحر مع بعض وبتاع ومش عارف ايه، نروح كل يوم لا لا بني ادم عظيم، بني ادم يعني ربنا يكرمه اكتر واكتر ان شاء الله يا رب. انت عارف دلوقتي ان هو جاب جونين امبارح؟ اه طبعا، وعلى بعد 3 اهداف من المتصدر دلوقتي، وناقص 4 مباريات. جونين واسيست. جونين واسيست ده امبارح. هو دلوقتي على بعد 3 اهداف من جيمي فاردي لاعب ليستر ان شاء الله باذن الله ابننا هيكسب فاردي واي حد، وهيفرض نفسه على الدوري الانجليزي تاني كهداف باذن الله. محمد صلاح بيشاهد مسلسل جمجوم وبمبم، تحب تقول له ايه؟ احب اقول له يا رب باذن الله ان شاء الله تتبسط باذن الله صلاح، ونكون قدرنا لو في اي حاجه مثلا، اكيد هو طبعا مضغوط من تمرينات من حاجات من كل الحاجات دي عشان يوصل للي هو فيه من فورمه، من اسم الله اكبر بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له. يا رب احنا في الوقت بقى اللي هو بيحس ان هو فاضي فيه ده وبيتفرج على جمجوم وبمبم نكون رفهنا عنه وبسطناه يعني. يا رب، وشهاده نجاح من بدايه طبعا المسلسل، اعتقد دي حاجه جميله جدا. عايز بقى